بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيتم غلق باب تسجيل الرغبات الإلكترونية للطلاب المستجدين بجامعة الأزهر الساعة 7 بالليل. مكتبة الإسكندرية كمان هتقدم عرض مسرحي مفتوح للجمهور عنوانه حلمنا كلنا. كمان النهاردة في قرعة لدوري أبطال أوروبا 2023. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، أبرزها أنه هيتم غلق باب تسجيل الرغبات إلكترونياً للطلاب المستجدين بجامعة الأزهر الساعة 7 بالليل، وده بالنسبة للطلاب الناجحين في الدور الأول في الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها المختلفة. كمان النهاردة مكتبة الإسكندرية هتنظم بالتعاون مع فريق عندي حلم للفنون عرض مسرحي مفتوح للجمهور تحت عنوان حلمنا كلنا من تأليف إيمان محمد وإخراج إبراهيم الشيخ، وده هيكون الساعة 6 بالليل بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة. برضو النهاردة هيجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد 2022-2023 في إسطنبول، ومن المفترض أنه هيتم توزيع الأندية المتأهلة لدور المجموعات واللي عددها 32 نادي على 8 مجموعات، كل مجموعة منهم هتضم 4 فرق، وده بعد تقسيمهم لأربع مستويات لتضم المجموعة فريق من كل مستوى. ووفقاً للوائح بطولة الشامبيونز ليج هيتم إبعاد الأندية المنتمية لنفس الدولة عن بعضها في قرعة دور المجموعات.